Bienvenue, chers amis, les amants de la langue française partout et avec une nouvelle émission de votre programme, Les langues du monde. Ahlan bikum, wa sahlan a'zana, wahibbi, jamilat اللغات الأوروبية, اللغة الفرنسية. حلقتنا في هذه الليلة عن تكملة لما بدأناه فيما يخص مهارة الـ A2 ومهارة الكومبريونسيون أورال. بدأنا سلسلة حلقات فاتت, والنهاردة إن شاء الله بنختتم هذه الحلقات في هذه المهارة, وهي مهارة مهمة جدا. وأنا طبعا شرحت لكم قلت لكم هي مهارة مهمة جدا. ليه؟ لأنه في فرق ما بين اللونج ناتيف, اللغة اللي أنت بتسمعها في الإيكوت, اللي هو اللغة الماترنيل, لا لونج ماترنيل دي فرونسي, اللغة الأم للفرنسويين اللي هم بيتكلموا بيها. وهتلاحظ ان طبعا انها سريعه الريتم شويه, في انشينمون كتير ما بين الكلمات عشان انت بس مش متعود على كده, واحنا دلوقتي بندربك انك تتعود على هذا النوع من التمارين. احنا خصصنا الاربع حلقات لموضوع مهم جدا خاص بالفوياج والجار, عشان ما يبقاش عندنا اي اوبستاكل يخص المواعيد ويخص الأرقام ويخص الأسعار بتاعة التذاكر ويخص طريقة حجز التذكرة وطريقة اختيار القطر وكل الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل. النهاردة بنستكمل وفي نفس الوقت بنختتم هذه السلسلة في هذه الحلقة. يا ريت ان شاء الله يسعنا الوقت ان احنا نختم التمرينين اللي احنا ان شاء الله نختم بيهم. اول تمرين عندنا, يا ريت نشوف الفيش بتاعه ونراجع الكلمات الصعبة اللي فيه زي ما احنا اتعودنا. نشوف مع بعض كده على الشاشة ونشوف ايه الكلمات الصعبة اللي احنا ممكن نترجمها. اكزرسيس 4, écoutez et répondez aux questions. Est-ce que le train باس بار فيرب باسي بار, كلكم عارفين ان هو يعدي بي, يمر بي يعني. كان مدينه كان ولا نيس ولا مارسي. يبقى هنا كان ونيس ومارسي هنسمعهم, بس هنسمع معاهم انهي فيرب؟ يا ترى هو فيرب باسي بار ولا حاجه تانية؟ يعني هو فيرب باسي بار ولا شيء اخر؟ نشوف الدوزيام كيستيون بيقول ايه. بيقول كيل اي لا فيل دو ديبار. كيل اي لا فيل دو ديبار, كلكم عارفين ان ديبار هتبقى فيرب بارتير, ودي حاجه مش عايزه كلام. يا ترى الفيل دو ديبار هتبقى انهي فيل من التوا فيل؟ يا ترى هي مون دو ليو لا نابول, ولا في الدوزيام فيل فيتمي, ولا كان؟ تمام, احنا هنعيدهم تاني. مون دو ليو لا نابول ولا فانتيمي ولا كان. تروزيام كيستيون كيل اي لا فيل داريفي. وطبعا لحسن الحظ ان اريفي نو شبه بالظبط الفيرب, فبالتالي نفس المدينه او الثلاث مدن اللي احنا قريناهم قبل كده, اللي هي مون دو ليو لا نابول ولا فانتيمي ولا كان. و اخر كيستيون عندنا كو ترانسبورت سو تران, هو القطر دوت بينقل ايه؟ ترانسبورتي يعني ينقل, بينقل دي مارشانديز يعني بضايع, كلكم عارفين مارشانديز جاي من مارشي ومارشان, ولا دي فواياجور اللي هم المسافرين الركاب, ولا اخر حاجه دي كوريي اللي هو البريد. يبقى في قطر البريد, في قطار اسمه لو تران دو كوريي. فبالتالي احنا خلاص احنا كده عرفنا الكلمات الصعبه, وعايزين دلوقتي نشوف التكست هيكون او الايكوت هيكون ازاي. نروح مع بعض كده للايكوت ونسمع مع بعض. لو تران اكسبريس ريجيونال ان بروفونانس دو فانتيميه اي ا ديستيناسيون دو مونديليو لا نابول فا انتري ان غار فوا دي. Nous vous rappelons que ce train dessert les gares d'Antibes, Champs-les-Pins et Cannes. طبعا الايكوت خلص, هو سريع جدا وقصير بس فيه كل المعلومات.
عشان كده ناخد نوت بره في البغويون عشان يسهل علينا ان احنا نحل الكيستيون ده بطريقة سريعة وبسيطة. نرجع تاني كده ونشوف الايكود. Le train express régional en provenance de Vintimille et à destination de Mandelieu-la-Napoule va entrer en gare voie D. Nous vous rappelons que ce train dessert les gares d'Antibes, Champs-les-Pins et Cannes. Très bien, كل المعلومات واضحة وإن شاء الله تكون سهلة. نرجع تاني للكيستيون بقى ونشوف إحنا هنحل الكيستيون إزاي. وبعد كده بعد ما نحل ونشوف الريبونس بتاعتنا احنا بنجيب الترانسكريبسيون عشان تقدر تشوف ايه الكلام اللي ما اتقالش في الكيستيون عشان نقدر نترجمه وتقدر تاخد نوت عندك برضو عشان الكلمات دي هتتكرر كتير في اسئله كتير. تعال نشوف الريبونس اللي احنا هنعملها هتتعمل ازاي. اول كيستيون بيقول لي اسكو لو تران باس بار كان ولا نيس ولا مارسي. طبعا الإجابة هتبقى الإجابة كان، يبقى باس بار كان. وبعدين من ضمن التدريب اللي احنا بنعمله هشغل لكم، هي طبعا الإيكوت سريعة جدا وقصيرة قوي، في كل كيستيون من الكاتر هنشغل الإيكوت عشان تتأكد ان هو فعلا المعلومة دي مظبوطة. طبعا الطريقة دي ما بتتعملش بس إلا في التدريب في الانترينمون بس. طب يلا نسمع كده. Le train express régional en provenance de Vintimille et à destination de Mandelieu-la-Napoule va entrer en gare voie D. Nous vous rappelons que ce train dessert les gares d'Antibes, Champs-les-Pins et Cannes. Très bien. يبقى كان من ضمن اللي هو الفيل اللي هي القطر دوت بيعدي عليهم. طيب دوزيام كيستيون، كيل لا فيل دو ديبار؟ يا ترى ايه هي الفيل دو ديبار، المدينه اللي هو هيسافر منها؟ يا ترى هي ان ولا دو او ا ولا بي ولا سي، اللي هي مونديليو لا نابول ولا فانتيمي ولا كان؟ طبعا الاجابه المظبوطه او اللي احنا هنعملها اللي هي فانتيمي. طيب تروازيام كيستيون بيقول لي ايه؟ بيقول لي كيلي لا فيل داريفي، المدينة اللي هيوصل لها التران هتبقى ايه من التخوا فيل، مونديليو لا نابول ولا فانتيمي ولا كان؟ هنحط طبعا الاختيار اللي هو مونديليو لا نابول كاختيار الاجابة مظبوطة. والكاتريم اللي هو ايه؟ الكيستيون كو ترانسبورت سو تران، التران بينقل ايه؟ هنا هنحط فواياجور. وبكده يبقى الإجابات الأولية. طبعا احنا هنا هنعمل إيكود تاني عشان تتأكدوا إن الإجابات بتاعتكم مظبوطة. Le train express régional en provenance de Vintimille et à destination de Mandelieu-la-Napoule va entrer en gare voie D. Nous vous rappelons que ce train dessert les gares d'Antibes, Champs-les-Pins et Cannes. كده هنعمل كوريكسيون للريبونس بتاعتنا. هنلاقي الريبونس اللي احنا عملناها الكاتر شوا هو الاجابات المظبوطه. وبالتالي لما نيجي نراجع كده الكيستيون هنراجعها تاني وهنقول اسكو لو تران باس بار كان ولا نيس ولا مارسي، هيبقى كان. و كيلي لا فيل دو ديبار، هي هتبقى فانتيمي. كيلي لا فيل داريفي، اللي هي موندليو لا نابول. واخر كيستيون Que transporte ce train؟ يبقى il transporte des voyageurs. آخر حاجة بالنسبة للإكزرسيس ده التكست أو الترانسكريبسيون اللي أنا وعدتكم بيه، إن إحنا أول ما بنسمع هناخد الترانسكريبسيون عشان نشوف إيه اللي ما اتقالش أو إيه اللي هو ما اتقالش في الكيستيون، أكون أنا متابع كل اللي اتقال بالكلمات وبالجمل، عشان ده في التدريب مفيد جدا عشان لما اتحط في تيست حقيقي اكون عندي فوكابولير كتير وعندي كمان ابيتود، يعني اعتياد لسماع الناتيف لا لونج ماتيرنال دي فرونسي. نرجع تاني ونشوف الترانسكريبشن بيقول ايه، نشوف مع بعض. بيقول لي لو ترين اكسبريس ريجيونال
en provenance de Vintimille. طبعا عرفنا كلنا en provenance بتتكتب ازاي، يا ريت كلنا دلوقتي نسجلها مع بعض. كلمه اللي انا هشاور لكم عليها دي اهي، هي دي en provenance، ودي معناها يعني القادم من. وكلمه le train express ده نوع من القطارات موجود في en France، غير التي جي في خالص، يعني ده مختلف خالص عن التي جي في. ريجيونال يعني اللي بيتنقل، يعني تنقل، او كي ترانسبورت بارمي لو او انتر لي ريجيون، بيتنقل ما بين الريجيون المحافظات. قادم من فانتيمي اي ا ديستيناسيون، وهو متجه لي، وادي الكلمه الثانيه اللي انا قلت لكم عليها ناخد بالنا منها كويس جدا جدا، اللي هي ا ديستيناسيون، متجه لي. De Mandelieu la Napoule va entrer en gare، هيدخل المحطة، voie D، طبعا voie D طريق اللي هو الرصيف D. Nous vous rappelons، بنذكركم، وده معناها ان هو بيكلم voyageur، وده طبعا حللنا السؤال اللي هو que transporte le train، اكيد طالما الرسالة دي او الانونس ده الاعلان ده متقال بالصيغة دي نو فو غابلون، يعني احنا بنذكركم، يبقى اكيد بيتكلم فواياجور. كو سو تران ديسير، هنقف هنا عند ديسير شوية وهنقول ده فيرب ايه. كلمة ديسير اولا كاسم كده هو ده فيرب، بس الاسم منه نفس الحروف ونفس الكلمة اللي هو التحلية اللي احنا بنعملها بعد الاكل، يعني بناكل تحلية بعد الأكل، اللي هو مثلا الكوكا، البواسون، الكريم كراميل، الحاجات اللي زي كده. أما ديسير كفيرب فهو جاي من فيرب ديسيرفير، وده معناه برضو يخدم، لي جار المحطات بتاعة الأماكن اللي انتوا شايفينها ديت اللي هي أنتيب و جوان ليبان اي كان، وكان كانت من ضمن اختياراتنا لانه طبعا هو ما ذكرهاش في الاول، لكن احنا عرفنا ان هو طالما ذكرها في الكيستيون وهو القطر بيعدي عليها يبقى هو الاجابه المظبوطه كده. يبقى الكيستيون الاولاني او الاكزرسيس الاولاني انتهينا منه، وعلى طول هنخش على الاكزرسيس الاخير بقى، اخر اكزرسيس عندنا في السلسله دي اللي هو اكزرسيس نيميرو 5، وهنعمله بس بنفس الطريقه، بس هنحاول بقدر المستطاع ان احنا يعني هنشغل لكم الايكود كتير عشان تتعودوا على الاغال. Oh.
نرجع ونشوف الأول الفيش ونراجع مع بعض الكيستيون قبل ما نسمع الإيكوت. أولا الكيستيون 5 بيقول لي إيكوتي إي ريبوندي أو كيستيون. Est-ce qu'il y a des couchettes؟ طبعا ده الكيستيون الأولاني. Est-ce qu'il y a des couchettes؟ إي couchettes؟ Ça veut dire quoi couchettes؟ couchettes هي voiture والvoiture هي الفاجون. يعني voiture وvagon نفس المعنى اللي هي عربيات في القطار. بس الكوشيت بقى ليها ميزة عن الفواتير. ما هي فواتير، هي في الأصل فواتير أو فاجون، بس الكوشيت ليها ميزة إنها عربات مجهزة للنوم. يعني ممكن الراكب يلاقي فيها مكان ينام فيه، سرير يعني، وفي مكان مجهز للنوم. يا ترى دون لا فواتير 6 ولا دون لا فواتير 10 ولا دون لا فواتير 8؟ تاني، est-ce qu'il y a des couchettes dans la voiture 6 ولا dans la voiture 10 ولا dans la voiture 8؟ طيب deuxième، le service de restauration est، كلمة service يعني خدمة، و restauration اللي هو تقديم الأطعمة. يعني هل في خدمة تقديم الأطعمة في التران ده موجودة؟ ولو موجودة موجودة فين؟ هو طبعا هنا هي موجودة طالما ما ذكرش كيستيون قبلها انها موجودة ولا لا، لكن هو هنا قال ان لو سيرفيس دو ريستوراسيون اي دون لا فواتور 6 ولا دون لا فواتور 10 ولا دون لا فواتور 8. يبقى هي فعلا موجودة، بس احنا هنختار الفواتور اللي موجودة فيها. Question 3. À quelle heure peut-on manger؟ تاني، à quelle heure peut-on manger؟ نقدر ناكل الساعة كام؟ وهنا بذكركم بالأوغير والأور، الساعة والمواعيد. يا ترى دو 19h ولا دو 20h30 ولا، طبعا دو 19h à 20h30 ولا de 19h à 20h ولا de 18h à 20h. يبقى 18h à 20h دي الاختيار الأخير. أما le train، آخر question، le train هيبقى رقمه كام بقى؟ 1556 ولا 1566 ولا 1056؟ يعني إذن هنا الاختيارات كلها متشابهة. تعال يلا نسمع مع بعض الإيكوت. Le train de nuit 1566 va entrer en gare voie H. Les wagons couchettes se trouvent voitures 7, 8 et 9. Nous vous rappelons qu'un service de restauration vous est proposé de 18h à 20h, voiture 10. Très bien, ده الايكوت الاولاني، وتعالوا مع بعض نشوف الايكوت الثاني عشان نقدر نحل الكيستيون très vite. يلا مع بعض. Le train de nuit 1566 va entrer en gare voie H. Les wagons couchettes se trouvent voitures 7, 8 et 9. Nous vous rappelons qu'un service de restauration vous est proposé de 18h à 20h, voiture 10. Très bien. يبقى كده هنقدر نحل الكيستيون. خلاص احنا خدنا المعلومات واخدنا النوت بتاعتنا، وتعال نشوف الريبونس اللي احنا هنعملها هتتعمل ازاي. نرجع مع بعض كده على اللاب ونشوف. اول كيستيون اجابته المفروض هتبقى زي ما سمعنا بالظبط، اللي هو دون لا فواتير 8. تمام. طيب ودوزيام كيستيون، طبعا احنا هنشغل لكم الايكود تاني اخر مره بس بعد ما نحل الكيستيون. الدوزيام كيستيون هيبقى دون لا فواتير 10 زي ما سمعنا. وهنا في كيستيون 3 دو 18 لي 20 يبقى 18 ا 20. واخر كيستيون هيبقى 1566 اللي هو الدوزيام ريبونس. فبالتالي لما نيجي نشوف كده الريبونس هتبقى الريبونس اللي انتم شايفينها قدامكم، كل الريبونس كوريكت. ونتاكد كده من التكست اللي قدامنا. تعال نشوف
عندنا دلوقتي اللي هو التكست الترانسكريبسيون. يقول لي لو تران دو نوي 1566 va entrer en gare voie H. Les wagons couchettes se trouvent voiture 7, 8 ou 9. Nous vous rappelons qu'un service de restauration vous est proposé de 18h à 20h voiture 10. Ça معناها ان هو يبقى كده الترانسكريبسيون وضح لنا ازاي الايكوت اللي احنا سمعناه اكد لنا على الريبونس اللي هي اللي احنا عملناها. طبعا انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا بعد الكلام اللي احنا عملناه دوت، انه الايكوت بالذات او المهاره دي بالذات عايزه كونسنتراسيون تري سوليد، تركيز صلب جدا، تركيز قوي جدا عشان اقدر احل الكيستيون بشكل دقيق. وما تنسوش تستخدموا البرويون عشان هي دي اللي هتساعدني في حل الكيستيون. كده حلقتنا انتهت، وبشكركم شكر جزيل، وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى. ميرسي اي اوغفوار.